قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آلثان إن المحادثات بين حركة حماس وإسرائيل تمر بمرحلة حساسة وتشهد بعض التعثرات. يأتي ذلك فيما أشارت حماس إلى تراجع مستمر من الولايات المتحدة بشأن طروحاتها التفاوضية بما يشكل انحيازا لإسرائيل. جهود مستمرة من الوسطاء الدوليين للتوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل يقضي بوقف لإطلاق النار في القطاع والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين. الجهود الدولية في العملية التفاوضية الهادفة لتجاوز العراقيل والاشتراطات المعقدة والوصول لاتفاق منشود تصطدم بحالة من الجمود عكستها تصريحات من رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، والذي قال إن المحادثات تمر بمرحلة حساسة وتشهد بعض التعثرات، مضيفا أن هناك محاولات لتذليل تلك العقبات قدر الإمكان. المفاوضات تمر في مرحلة حساسة، وأيضا ظروف المنطقة تمر في مرحلة حساسة. دولة قطر موقفها واضح منذ بداية هذه الأحداث في 7 أكتوبر. نحن ندين بشكل واضح استهداف وقتل المدنيين مهما كانت خلفياتهم، ولكن أيضا لا يصح الاستمرار في سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني في غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية. على صعيد آخر، قالت مصادر قيادية في حماس إن المحادثات حول وقف لإطلاق النار لم تصل إلى مرحلة الانهيار، لكنها شبه معلقة بسبب الفجوات والتطورات الأخيرة، مضيفة أن التراجع الأمريكي المستمر في طروحاته يشكل انحيازاً لإسرائيل، وهو ما أدى إلى أزمة في المفاوضات. وأشارت المصادر القيادية في حماس إلى تقديمها رؤية للصفقة تستند لورقة الوسطاء بمن فيهم واشنطن بناء على ورقة باريس الثانية، مؤكدة تبني واشنطن موقف الإسرائيلية كاملا بعد رفض إسرائيل لورقة حماس. ووسط حالة التشكك المتزايدة من قبل طرفي التفاوض، يأمل العالم في سرعة التوصل إلى اتفاق يحقن دماء المدنيين ويؤسس لمرحلة جديدة من المباحثات السياسية وفق المرجعيات المعتمدة تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.